احنا الان موعد حديث السبت مع دكتور عبد السلام شقير. عبد السلام صباح النور. مرحبا. صباح الورد عماد. مرحبا. الحرقه او الحرقه والاسباب والارقام والمعطيات والتبعات بالضبط. المشكله ماشيه وتكبر في تونس. بالضبط المشكله ماشيه وتتفاقم. وسمعنا مؤخرا بهجره شرعيه متاع عدد كبير مهول من التوانسه. فماش لما فما حتى جهه تجم تعطيك الاعداد الاكزاكت معناها مي ابروكسيماتيف. يقول لك فما اللي يقول لك فوق الالف معناها في الآونة الأخيرة بركة في الأسبوعين الأخرين بركة فما يقولك فوق الألف. وبطبيعة كيف نقوله ألف معناها فيهم على الأقل 300 مفقودين لأنه فما إحصائيات متاع المهاجرين من تونس ومن ليبيا خاصة في اتجاه أوروبا يقولك على 101 30 واحد يغرق 30 واحد يموت. ثلث تقريب. هنا باش نحكيو على الموضوع هذا عماد نرجع شويه تاريخيا معناها فما انانديس معناها تري ديمونستراتيف اللي هو بعد الثوره مباشره في الاسابيع الاولى معناتها هذيك حدث ولا حرج كان معناها. فما وقتها كان فما سواديزون بوادر امل عند الشعب التونسي وثقه في البلاد وارتحنا وقتها باش نحكيو على الموضوع حتى على الجانب النفسي نتاعو باش نحاولوا نفسروا الاسباب نتاعو. وارتحنا وقتها سواديزون من الدكتاتوريه وارتحنا من الناس اللي تسرق في البلاد وكذا. في الاسابيع الاولانيين أكبر توم تحرقان صار وقتها عماد مسجل هذايا. وقتها إيطاليا كانت تفكرش اقترحت باش تبعث الجيش متاعها باش تحمي الحدود التونسية. وقتها طيب الباكوش جاوب نتفكر avec une façon très peu diplomatique معناها مايش مقنعة جملة. دونك في رأيي أولا عماد العباد هذوما لما تشجعين على الحرقة عندهم مفهوم غلط على الشيء اللي موجود في أوروبا. وزيد ناس تنقصهم الوطنية معناها سبحان الله توا خدام ب 30 دينار ما يحبش يخدم 30 دينار كي نقول معناها 900,000 شهرية راهو نحكي على اليد العاملة. دونك ما يحبش يخدم ماشي الغادي شنو باش يلقى معناها يا اخي ماهوش يلقى باش يخدم المرمى وباش يجمع جنة اوروبا وباش يجمع التفاح وباش يجمع الكرموس معناتها مو غيره فوالا. دونك هذايا اذا لقى لانه عنده 50% شانس باش ياكلوا الحوت. دونك معناتها الريسك اللي ياخذ فيه اللي هو 50% باش يموت هو المفروض تو يقعد معناها يخدم في بلاده لانه يكذب عليك اللي يقول لك ما فماش خدمه وسورتو في اليد العامله عماد. هذا ستانفو بروبليم معناها شنو اللي هالك الدنيا هو عماد باش نحكيو اللي هالك الدنيا هو اللي كما قلت لك بكري شويه على 100 مهاجر غير شرعي فما 30 منهم لي بروبورسيون تقول فما 30 منهم انفيرون يموتوا قاعدين يموتوا في ثنيه معناها في البحر سورتو اللي خارجين من ليبيا ومن تونس قاعدين يموتوا. وهنا كلهم كما قلت لك دي بروبورسيون لانه ما فماش ارقام رسميه لانه فما عائلات عماد من المؤسف عندهم 6 سنين ما شافوش اولادهم ما سمعوا عليهم حتى شيء. هنا وينهم سيرتمون غرقوا معناها. ونذكروا عبد السلام انه مباشره بعد 14 جانفي عدد مهول جدا من التوانسه اللي حاولوا يحرقوا وقت علاش لانه ثم تراخي امني الامور مش هي في البلاد فعدد كبير منهم وصلوا وعدد كبير منهم ايضا كما كنت تحكي كله البحر. بالضبط هيك 70% تولى منعوا ما قلنا 30% يغرقوا 70% يمنعوا هيك 70% اللي باش يمنعوا تو فما منهم على الاقل 60% باش يقعدوا في حبس مسكر عليهم في معتقل. حسب الاحصائيات فقط 2 ولا 3% منهم عماد لا يوصلوا باش يخدموا الخدم الكل ويرضوا بالذل باش ينجموا يشريوا كهرباء يروحوا في الصيف يفيسوا بها ولا يكونوا طرف فلوس. وكيف يشوفوه بطبيعه هذا من الاسباب زاد كبيره كيف يشوفوا ولاد حومته وجماعته لهنا اكهو فلان مشى شري كهرباء اخر ما صدر وصور فلوسه وجاء. دونك بالنسبه ليهم هما كما قال الراجل معناه يجيب لك كهرباء ويحط 200 غرام ذهب في رقبته ما معناها يخموا معناها يحلموا ديريكت يتبعوه. الور كو كان يقعدوا يخدموا في تونس ما عندهمش الريسك نتاع انه باش يموت في البحر وياكلوا الحوت يخلي عائلته تلاجي عليه معناها اكسيتيرا. دونك هنا حبيت نقول سي تانفو بروبليم اللي يقول لك السبب الرئيسي هو فماش خدمه نو موجود هو البطاله موجوده البطاله موجوده ما ننفيوش نحكي على اليد العاملة عماد خاصة اليد العاملة لأنه الكاتيجوري متاع الناس اللي قاعدة تحرق ماهيش قاعدة نشوفه في حرقة متاع أدمغة معناها باش نبداو واضحين الماجوريتي نتاعهم هما الناس اللي تقول لك ما لقيتش خدمه الوغ هي فما خدمه نتاع يد عامله تنجم تشد بها يدك تنجم تصور منها فرانك بالحلال معناها. فما حاجه اخرى اللي هي السيده هنا مهمه برشا اللي هي لو مونك دو كونفيونس دون لا كلاس بوليتيك عدم الثقه في النخبه السياسيه نتاعنا الطبقه السياسيه بالضبط. والفكره السائده هاو اللي يشد الحكم يعبي ويخرج كيف كيف هنا زاد ليشيك دو سيت ايفولوسيون معناها دو سيت ايفولوسيون كيف كيف من الاسباب اللي زادت عكرت بالباهي من الاول. دونك البرومي انديس عماد قلت لك هو غياب الوطنيه والفكره الغالطه اللي عندهم على اوروبا. ولو ميور تيموانياج هو كما قلت لك الثوره صارت من هنا. دونك في عاد يقول لك نخدموا بلادنا ونبنيوها باش نحسنوها وخرجنا الدكتاتوريه جماعه هاربين اكبرتو وقتها. من بعدها الاحساس هكا زاد تفاقم بفشل الحكومات المتتاليه وانهيار الاقتصاد وغلو المعيشه وفقدان الامل في المستقبل وغياب القدوه الحسنه في البلاد. بمعنى السياسي اللي شد الحكم يعمل ما في باله والبلاد توخر دو جور اون جور. هنا خاصه عماد غياب الصرامه هنا لو كونترول دي فرونتيير
سي تري امبورطون معناها الحدود نتاعنا المراقبه نتاعها مهمه برشا. اش بي ما كانش هكا وقت بن علي علاش كان تو ونحكي تو مانيش نحكي تو نحكي تو بعد 7 سنوات من الثوره راهو مانيش نحكي على وقت الثوره هاو باش نجيوها دونك هنا سيرتينمون ايديا دو لا كوربسيون ديرير فما فساد الله اعلم كيلكو بار دونك هنا على خاطر التجهيزات البحريه اللي عند الجيش والحرس تو اكثر من وقت بن علي دونك هنا اون سو دوموند اذا كان عندهم تجهيزات ولي رادار هذوما كيفاش يخرجوا الحراق وكيفاش ما يفيقوش بهم خاطر واحد معناه كيف يهز تو يقول لك سمعت الحرقه في 2001 ب 3 ملايين تو يقول لك ماشي ب 5 ملايين و 6 ملايين خاطر واحد كيف يهز لك 90 في بطو 90 واحد هاد 90 هذوك مضربهم في الخمسة ملايين تلقى 450 مليون معناها هما بالمنطق نتاعهم هما اللي يحكيو به الحراق شنو يقول لك يقول لك نمشيو 50 مليون للانشيف دو بريغاد يخليه يتعدى فهمتني خاطر سي انورمال معناها الفلو اللي قاعد يخرج خاصه في الاونه الاخيره البتوات لا يوصلوا فيديوهات قاعده تتصور نتاع الحراقه وصلنا بسلامه ودرا شنو معناها نقطه استفهام كبيره سامحني زاد انت عم سلام الحرس الحدودي ولا الجيش ما ينجمش يغطي لك زاد السواحل التونسيه الكل ما عندوش كان الحراقه باش تلهي بهم ولا داكوردو عماد داكوردو هاو جايين النقطه ما احنا ما حكيتش على تراخي اني تو قلت لك تساؤلات معناها الله اعلم يفو فيريفي هنا فما يا ان بروبليم هنا فما مشكله معناها ما نعرفوش شنو اما فما مشكله تو النقطه المهمه برشا اللي باش نخدموا بها ولما سمعناها معناها حتى سمع نوهلها او حذر منها هي احنا كيف نشوفوا الشيء هذا يا عماد ولينا معناها خايفين حتى على سلامه الوطن علاش خاطر اذا كان فما قارب ينجم يخرج من غير ما تفيق به الرادارات والصورات المعنيه من حرس وجيش وطني معناها ينجم يدخل قارب من غير ما يفيق به حتى حد زاد هنا سي تري امبورطون اذا كان انت عندك قوارب تخرج بالفلو هذا من غير ما تفيق بها معناها اي عدو ينجم يهجم علينا بالطريقه هذيك وما نفيقوش به زاد وين الحدود نتاعنا الله اعلم دونك ترى امشي انت اقرب للمياه الاقليميه عماد نتاع اسرائيل ترى اقرب للغادي تشوف شنو يصير تاكل بعضها هنا احنا ما نحبوش ندخلوا في المشكله نتاع التراخي وكذا الا ان نعتبروا انه امن بلادنا مهدد بشكل كبير كي نشوفوا الشيء هذا اذا كان عندنا ناس تخرج وتدخل وقت اللي تحب كان تتفكرش تشوف ناس تقتل هنا في تونس وتمشي لليبيا عن طريق البر وناس تدخل في السلاح من ليبيا وتو هاو الحدود البحريه كيف مهدده معناها وين واصلين لابد ايضا باش ننوه بموضوع اخر في مهم الحرقه كما قلت الحدود ماهيش 10 ولا 20 كيلومتر تنجم تزرف مجموعه من المجموعات وراو في كل مره بقدر انه ناس قل لي وصلوا وبعثوا فيديوهات من غادي بقدر نقول لك انه الحرس الحدودي والجيش وقف برشا قوارب صحيح. اللي كانت متجهه ناحيه لامبادوزا في ايطاليا ايضا المشكله وين الاخرى انه ثم ناس اللي تجي من برا مش توينسا تجيك من افريقيا من ليبيا يتعدوا عبر ليبيا من افريقيا يدخلوا لتونس ويحاولوا يحرقوا ايضا من الجنوب التونسي من قرقنا من صفاقس من المهديه من بعض القايع اللي قريبه برشا لايطاليا فهمتني صحيح. فبالتالي مش توينسا برك اللي قاعدين يقوموا بالعمليات هذه وثم ايادي كبيره خفيه كما تحكي انت قارب باش يخرج 100 ولا 90 معناها تقريبا 500 مليون بذلك. 500 مليون معناها ثروه معناها حتى الشقف نتاعو يقولوا على الشقف اللي باش يهز فيه الحراقه ينجم يخليه في البحر ويرجع ما عندوش حتى مشكله صحيح احنا راهو كيف حكينا عماد على المساله ذي وحطينا نقاط استفهام راهو ماهوش اتهام بالعكس احنا معناها نهار طول واحنا نمجدوا في المجهود نتاع قواتنا المسلحه ونتاع قواتنا الامنيه بالعكس راهو كيف نحكيه ونحكيه وحتى كان موجود الشيء هذا فما حتى مؤسسه ماهيش قابله للنقد راهو تجاوزات فرديه ماناش نحكيه على مؤسسه ككل ماناش نمسوا في المؤسسه معناها ننزهوا المؤسسه بأقصى طرق الموجودة يعني. سلام موضوع بالحق حساس برشا أرقام مرعبة اللي كنت أحكي عليها عالمية معناها ثم 30 مفقودين إن شاء الله نلقاو حلول لهذه المعضلة وخاصة أنه أوروبا شادة صحيح معاش حاشتها بالمهاجرين بالمرة لدرجة أنه إيطاليا طالبة تعزيزات كبيرة من قبل الدول الأخرى كما ألمانيا وفرنسا وغيرها باش تحد من هالهجرة غير شرعية أعطيك الصحة عبد السلام عايش